باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962. على العهد يا سبتمبر، على العهد يا أكتوبر، على العهد والوعد للزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح وكل شهداء النضال الوطني المتواصل للدفاع عن النظام الجمهوري. والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة على الفساد بالإرادة. يجدد أحفاد الثورة في موسمها 58 الولاء والانتماء لوطن هو حزبهم الكبير، هو رايتهم وكعبتهم وقدس أقداسهم. تحت شعار تعزيز الولاء الوطني وفاء للنظام الجمهوري وتضحيات الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح، تتواصل لليوم السادس على التوالي فعاليات الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر 14 من أكتوبر المجيدتين، والتي تنظمها المقاومة الوطنية في كافة قطاعاتها بجبهة الساحل الغربي. تفاعل كبير لدى أحفاد الثوار وثوار اليوم حراس الجمهورية في فصلها 58 للاحتفاء بعيد الأعياد من خط النار، ولسان حالهم يقول: والله لو طحنت وأحرقت جماجمنا عصابات ليل الكهنوت لقامت الرفات من الرفات، ولنهض فينق الجمهورية ونسرها السبائي ليملأ اليمن نورا وضياء. تتضمن الفعاليات سلسلة لقاءات ومحاضرات تشمل كافة قطاعات وألوية ووحدات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية للوقوف أمام عظمة المناسبة الثورة اليمنية المستمرة وعظمة ما تحقق من أهدافها خلال العهد الذهبي لليمن الممتد على مدى 33 عاما بقيادة الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح وعظمة تضحياته، وهو الذي روى بدمه الثورة الوليدة 2 ديسمبر لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها السامية المتمثلة بالدفاع عن مكتسبات الثورة الأم 26 من سبتمبر. وكما كان لذلك العهد السبتمبري وما تلاه رجاله، فإن لحاضرنا ومستقبلنا رجاله أيضا لا تقل بطولاتهم وتضحياتهم عن بطولات وتضحيات ثوار سبتمبر وصانعي أمجاد النظام الجمهوري. إنهم أحفاد ثوار سبتمبر، مارد الثورة في كل مترس جمهوري، يقارع أحفاد الإمامة. وتكتسب فعاليات الاحتفاء بالثورة الأم 26 من سبتمبر 14 من أكتوبر أهمية خاصة، كون الوطني يعيش فصلا جديدا من صراع الجمهورية ضد ثلول وأحفاد الإمامة أذناب إيران، والذين سيطروا في غفلة من التاريخ على عاصمتنا التاريخية صنعاء والعديد من المحافظات، وعاثوا في الأرض الفساد وفق مخططهم الرامي لتدمير كل ما يمت للنظام الجمهوري ومكاسب الثورة السبتمبرية بصلة، في مسعى للعودة بالوطن إلى العهد الإمامي في أبشع صوره.